ما الذي يمكنك أن تشتريه ب$100 في مختلف أنحاء العالم؟ عندما تفكر في الأشياء التي يبلغ ثمنها $100، من السهل أن تنسى هذه المعلومة تساوي قيمة مقدار معين من النقود في بلد ما أضعاف ما هي عليه في بلد آخر. وعلى الرغم من وجود نسبة كبيرة من الناس الذين يتفقدون نشرة أسعار الصرف بين الفترة والأخرى، فإنهم ينسون تفقد أسعار السلع التي تختلف مع اختلاف سعر الصرف أيضا. السلع التي نتكلم عنها هي سلع متداولة في حياتنا اليومية. نحن نتكلم هنا مثلا عن الطعام والتذكارات وحتى عن أسعار وقود السيارات. فتكلفة هذه الأمور يمكن أن تختلف بشكل كبير بين منطقة وأخرى من العالم. لا تستقل طائرتك التالية إلا وأنت مطلع على مدى الرفاهية التي سوف يؤمنها لك المبلغ الذي تحمله في جعبتك في بلد الوجهة. فكما يقول المثل في بلادنا، من لا يحسب لا يسلم. إليك ما الذي يمكنه أن تشتريه ب$100 في البلدان التالية. مثلا في العاصمة الفرنسية باريس، $100 أمريكي تساوي 92 يورو. ما يمكنك شراؤه بهذا المبلغ هو وجبة في مطعم ذو تصنيف متوسط وعدة مشروبات إسبريسو وتذاكر لمتحف اللوفر والمزيد والمزيد. قال لي صديقي وهو أحد المغتربين الذي انتقل إلى فرنسا منذ 20 عاما، معظم الأمور التي أرغب في القيام بها في فرنسا مجانية، فهذا يعني أن لمعرفتك إلى أين تذهب وماذا تفعل يستطيع أن توفر نقودك وتصرفها في المكان المناسب، مما يسمح لك بالاستمتاع بها لوقت أطول نسبيا في مدينة تعتبر من أغلى مدن العالم. لا يكلف الدخول لأحد المقاهي شيئا. قال لي يكلف شرب كوب من الإسبريسو يورو واحد في حال وقوفك على البار، أما إذا أردت الجلوس على طاولة ما فإن تكلفته ترتفع لتصبح 2 يورو. فسوف يتيح لك أصحاب المقاهي والمطاعم الجلوس والبقاء حتى لو أردت شرب كوب إسبريسو واحد لمدة طويلة من دون أي تذمر، حتى لو كان كل ما تملكه هو 2 يوروهات. وإن شعرت بالجوع فبإمكانك أيضا أن تشتري شريحة جبنة من متاجر الجبن الموجودة هناك مقابل 10 يوروهات، ورغيف خبز فرنسي مقابل يورو واحد. ويمكنك أن تتناول وجبتك الخفيفة على ضفة قناة سانت مارتن أو في حديقة دي بوتشومون بالمجان. ويكلف دخول شخص بالغ لمتحف اللوفر 15 يورو، ويكلف الدخول لمتحف الفنون المعاصرة سنترال بومبيدو 14 يورو. ويمكنك تناول عدد قليل من المشروبات أو الكوكتيلات بكلفة تتراوح بين 10 و15 يورو لكل مشروب. أما في دولة تايلاندا، $100 أمريكي تساوي 3260 باه تايلاندي. ما يمكنك شراؤه بهذا المبلغ هو حوالي 5 منتجات مصنوعة من الحرير التايلاندي عالي الجودة. يصنع الحرير التايلاندي الأصيل من الألياف الطبيعية التي تنتجها اليرقات التايلاندية والتي تتغذى بدورها على أوراق التوت. عملية إنتاج الحرير هي عملية دقيقة وطويلة، وهذا ما جعلها تعتبر مقياسا لقيمة النقود هناك. فأسعار المنتجات الحريرية هناك تبدأ من 600 باهتا تايلانديا. فإذا أردت اشتراء عدة تذكارات حريرية من تايلاند لأصدقائك وأفراد عائلتك عندما تعود لبلدك، فيجب عليك أن تضع في حسبانك بأنك لن تستطيع تحمل نفقة شراء أكثر من 5 تذكارات حريرية، هذا طبعا إذا كانت ميزانيتك تتوقف عند $100. كما أنه بإمكان $100 أن تذهب بك بعيدا في تايلاند، خصوصا إن قررت زيارة جزيرة فوكيت. فهناك يمكنك ركوب التوك توك، وهو عبارة عن عربة ثلاثية العجلات ذات محرك، أو إطعام قردة الماكاك، أو الحصول على جلسة تدليك، أو ابتياع طلاء أظافر لزوجتك. أما في الإمارات العربية المتحدة وفي العاصمة دبي، $100 أمريكي تساوي 367 درهم إماراتي. ما يمكنك شراؤه بهذا المبلغ هو سروال جينز من علامة ليفيس، وزوج أحذية واحدة من علامة نايك أو علامة بيما، ووجبتي عشاء في مطعم الحي المجاور لك. إذا كنت قد سافرت إلى دبي فإنك سوف تلاحظ بالتأكيد غلاء أسعار الملابس ووسائل الترفيه هناك. فتبعا لموقع
موارد الوافدين expatizen.com، فإن سعر سروال جين أو شيء مماثل له هو 370 درهم، أي 100 دولار أمريكي. وزوج أحذية من ماركة نايك أو أديداس يكلف 360 درهم إماراتي، بما يقارب 100 دولار أمريكي. وإذا أردت أن تتناول وجبة عشاء لشخصين في مطعم الحي فذلك سيكلفك 180 درهم إماراتي، أي حوالي 50 دولار أمريكي. ولكن يمكنك تجنب مصاريف المطاعم الباهظة من خلال طهوك لوجباتك في منزلك أو شقتك المستأجرة. فوفقا لبيانات نامبيو ديت، فإن سعر بعض الخضروات والفواكه في دبي رخيص نسبيا، كالتفاح والموز والبرتقال والطماطم، حيث يتراوح سعر نصف كيلو منها بين 2 إلى 4 درهم إماراتي، ويتراوح سعر صدور الدجاج ولحم الأبقار بين 12 إلى 17 درهم إماراتي. الهند 100 دولار أمريكي تساوي 6443 روبية هندية. ما يمكنك شراؤه بهذا المبلغ في الهند هو العديد من الأمور، من ملابس ومجوهرات وأدوات منزلية وما إلى ذلك من متاجر الحي. إذا كنت من محبي التسوق فبإمكانك شراء العديد من الأشياء بمبلغ بسيط. هناك انخفاض معتبر في أسعار الأشياء في الهند، فبذهابك لإحدى البازارات الرئيسية فيها كما هو الحال في سوق كراوفورد ماركت في بومباي، يمكنك الخروج بالكثير من المقتنيات المختلفة وبأسعار رخيصة للغاية. تحدثت إلى صديق ذهب لزيارة عائلة في الهند منذ سنة، وعلمت منه بأن سعر تنورة مصنوعة يدويا لا يتجاوز 8 دولارات، وكذلك الأمر بالنسبة لحقيبة قماش يدوية الصنع، هذا إن كنت تعرف كيفية التفاوض مع التجار بغرض تخفيض سعر المنتج الذي تريد شراءه. وبما أننا في الهند فلا بد لنا أن نتكلم عن أكثر الأمور التي تشتهر بها الهند، ألا وهي التوابل. أسعار هذه السلع رخيصة جدا، كما أن سعر كيلو قرفة أو كيلو أوراق الغار أو كيلو الهال لا يتجاوز 20 دولارا فقط. في روسيا 100 دولار أمريكي تساوي 5883 روبل روسي. ما يمكنك شراؤه بهذا المبلغ في روسيا هو علبة أو علبتان من الكافيار عالي الجودة، أو 20 دمية معشعشة روسية، وهي الدمى التي بإمكانك إدخالها داخل بعضها أو ما تسمى بالماتريوشكا. تقول المغتربة الروسية السابقة ماريا أمان: لعل أكبر الصفقات التي تتم ضمن حدود أكبر بلد في العالم هي صفقات الكافيار، والتي أفادت بأن سعر العلبة ذات الجودة العالية منها يتراوح بين 50 إلى 100 دولار. وتضيف: ولكن يجب عليكم أن تتأكدوا أنها من إنتاج وتعبئة منطقتي كاميتشاتكا أو صخالين الروسيتين، وإلا فإنه من المحتمل أن تكون مقلدة. إن كنت ممن ليس لديهم أي اهتمام بأمور الكافيار والطعام، تستطيع إنفاق 100 دولار على الهدايا التذكارية، فبإمكانك العثور على دمى التعشيش الروسية ذات الجودة العالية المعروفة باسم دمى الماتريوشكا بسعر من 5 إلى 6 دولار في سوق إزمايلوفسكي في موسكو.